أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أأمنتم أي أتأمنون من في السماء أي الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل أن يخسف بكم الأرض وهو ذهابها سفلا كما خسفت بقارون وكما خسف جبريل بمدن قوم لوط فإذا هي تمور تتحرك بأهلها والمعنى أن الله تعالى يحرك الأرض بقدرته عند الخسف بهم حتى يقلبهم إلى أسفل وتعلو الأرض عليهم وتمور فوقهم أي تذهب وتجيء فائدة مهمة ذكر أهل التفسير عند بيان معنى هذه الآية أن الله تعالى لا يوصف بالمكان ولا يتحيز في جهة لأن ذلك من صفات الأجسام والله ليس جسما كبيرا ولا جسما صغيرا فلا يسكن السماء ولا يسكن العرش ولا يجلس عليه فربنا تبارك وتعالى موجود بلا مكان ولا جهة وقد قال الحافظ العراقي في أماليه في تفسير حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء واستدل بهذه الرواية أهل السماء على أن المراد بقوله من في السماء الملائكة أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي ريحا ذات حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل فستعلمون أيها الكفرة كيف نذير أي كيف عاقبة نذيري لكم إذ كذبتم به ورددتموه على رسولي والمعنى وإذا عاينتم العذاب فستعلمون أن إنذاري بالعذاب حق حين لا ينفعكم العلم.